السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. في إطار سلسلة التعريف بالمرسوم 202376 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وبعد أن تعرفنا على الباب الأول ثم تعرفنا على الفرع الأول من باب الثاني الذي كان مخصص للإدارة التربوية، ننتقل الآن للتعرف على الفرع الثاني المتعلق بالباب الثاني آلية التأطير الإداري والتربوي. إذا قلنا الفرع الأول كان مخصص للإدارة التربوية، الآن الفرع الثاني نتعرف على مجالس المؤسسة. إذا حسب المادة 17 تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام، وهذا المصدر صادر عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات مصلحة التوثيق القانوني والنشر. إذا كما قلت المادة 17 تحدد تعريف لمجالس المؤسسة، حيث تقول المادة 17 أن مجالس المؤسسة تتكون مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام. إذا هناك أربع مجالس تتكون منها مجالس المؤسسة. المادة 18 تحدد لنا مهام وتعريف المجلس الأول وهو مجلس التدبير. إذا حسب المادة 18 من المرسوم، فإن مجلس التدبير يتولى المهام التالية: اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله، دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه، الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها، إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها، دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية، المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة. إذن كانت هذه هي مهام مجلس التدبير حسب المادة 18 من المرسوم. المادة 19 تتحدث عن مكونات مجلس التدبير. إذن حسب المادة 19 يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من: بالنسبة للمدرسة الابتدائية يتكون من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. باء: بالنسبة للثانوية الإعدادية يتكون مجلس التدبير من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، حارس أو حراس عام للخارجية، الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مسير المصالح الاقتصادية، مستشار في التوجيه التربوي، ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. جيم: بالنسبة للثانوية التأهيلية يتكون مجلس التدبير من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لوجود المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، ثم الناظر، رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسة التقنية، حارس أو حراس عام للخارجية، الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية،
مسير المصالح الاقتصادية، مستشار في التوجيه التربوي، ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره، بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية. إذا كانت هذه هي مهام مجلس التدبير في الأسلاك الثلاث حسب المادة 19 من المرسوم. المادة 20، يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة. الدورة الأولى في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، وعلى الخصوص دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه، تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. ودورة ثانية في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة، وبصفة خاصة النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه، تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليه. إذن هذه المادة 20. المادة 21 تتحدث عن شروط صحة مداولة مجلس التدبير، حيث تقول المادة 21 أنه يشترط لصحة مداولة مجلس التدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثاني في ظرف أسبوع، ويكون النصاب بالحاضرين، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. المادة 22 تحدد كيفية اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. ننتقل الآن للمجلس الآخر، المجلس الثاني، وهو المجلس التربوي. فحسب المادة 23 فإنه تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية: إعداد مشاريع البرنامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة، وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها، تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج والتعليمات وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، التنسيق بين مختلف المواد الدراسية، إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفية استعمال الحجرات واستعمالات الزمن، برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة، والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها، دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير، تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية. إذن هذه هي مهام المجلس التربوي حسب المادة 23. المادة 24 تتحدث عن مكونات أو المجلس التربوي. حسب المادة 24 يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من: بالنسبة للمدرسة الابتدائية، يتكون المجلس التربوي من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة. ب: بالنسبة للثانوية الإعدادية، يتكون من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، الحراس العامين للخارجية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مستشار في التوجيه التربوي، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة. جيم: بالنسبة للثانوية التأهيلية، يتكون من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لوجود المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، ناظر المؤسسة، الحراس العامين للخارجية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مستشار في التوجيه التربوي، ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة. ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. المادة 25،
يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة. المجلس الثالث، وهو حسب المادة 26، يتعلق بالمجالس التعليمية. وحسب المادة 26 فإنه تنط بالمجالس التعليمية المهام التالية: دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية، مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها، التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة، وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية، اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة، تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية، اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بالتنسيق مع المفتش التربوي، تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية، البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية، اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص، إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة. المادة 27، مكونات المجالس التعليمية. إذا حسب المادة 27 من المرسوم، تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من: بالنسبة للتعليم، بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية، تتكون من مدير المؤسسة بصفته رئيسا جميع مدرسي المادة الدراسية. بالنسبة للثانوية التأهيلية، تتكون من مدير المؤسسة بصفته رئيسيا مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، ناظر المؤسسة جميع مدرسي المادة الدراسية. وحسب المادة 28 من المرسوم، فإن المجلس التعليمي يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة. المجلس الآخر وهو مجالس الأقسام. وحسب المادة 29 من المرسوم، تنط بمجالس الأقسام المهام التالية: النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم، تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية، اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية، وذلك بناء على النتائج المحصل عليها، دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبحث فيها، اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة. وحسب المادة 30 من المرسوم، تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه من: بالنسبة للمدرسة الابتدائية، تتكون من مدير المؤسسة بصفته رئيسا جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ المؤسسة. بالنسبة للثانوية الإعدادية، تتكون مجالس الأقسام من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، الحراس العامين للخارجية، مستشار في التوجيه التربوي، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة. وبالنسبة للثانوية التأهيلية، تتكون من مدير المؤسسة بصفته رئيسا، مدير الدراسة في حالة توافر مؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، أو الحراس العامين للخارجية، مستشار في التوجيه التربوي، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة. وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية، يضاف إلى أعضائه ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه. وحسب المادة 31، تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل. إذا كان هذا هو الفرع الثاني من الباب الثاني المتعلق بالمجالس. إلى أن نلتقي في الباب الثالث ونتحدث فيه عن مقتضيات مختلفة حسب المرسوم، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونتمنى أن تكونوا قد
استفدت ثم ولو باليسير. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الموضوع القادم بحول الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.